السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مشايخ القبائل يطالبون رئيس الجمهورية ببسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني. احتجاجات في إبل المطالبة بالإفراج عن مدير البحث الجنائي المعتقل في الأمن القومي. أهلا بكم إلى التفاصيل، أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. طالب لقاء قبلي لعدد من شيوخ القبائل عقد اليوم في صنعاء، طالب الرئيس هادي بسرعة بسط نفوذ الدولة في عمران وصعدة، محذرين من تداعيات غياب الدولة ودورها السلبي إزاء ما تمارسه جماعة الحوثي. يأتي هذا فيما يسود هدوء حذر في عمران وأرحب بعد اشتباكات متقطعة مساء أمس في ظل وجود مساعي رئاسية لوقف إطلاق النار. هايل البكالي والتفاصيل. لليوم الثاني على التوالي تجتمع كوكبة من مشايخ اليمن لتدارس مساعي التوسع الحوثي المسلح في بعض مناطق عمران وأرحب وتداعيات ومخاطر ذلك على السلم الاجتماعي والنسيج الوطني ومخرجات الحوار في لحظة دقيقة ومفصلية من تاريخ اليمن. اجتماع المشايخ أكد على ضرورة قيام الدولة بوظائفها الدستورية وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني لضمان تطبيق العدالة وروح القانون، واتهم أطرافا في الجيش بتسليم دبابات للحوثيين، مطالبا الدولة بإحالة المتورطين للتحقيق تمهيدا لسريان العدالة. وتساءل المجتمعون كيف مرت جماعة الحوثي بكامل أسلحتهم من عدة نقاط عسكرية في محافظة عمران، وأفضل الاجتماع إلى تشكيل لجنة من شيوخ القبائل لمقابلة الرئيس هادي. وكنا نتمنى أن رئيس الدولة يبدأ بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي من ضمنها هي سحب السلاح الثقيل من كل المتنفذين ومن كل القبائل التي تملك السلاح الثقيل. اليوم ما يحدث اليوم في حاجد أو في أرحب أو في بعض مناطق اليمن هذه وصمة عار في وجوه القبائل اليمنية كلها. فلن نسمح لفئة ضالة مستأجرة وفيها دعم آخر، دعم سياسي ودعم معنوي، ويمتلك السلاح الجديد الحديث. احنا لا نسأل عن الدبابات الذي شلهم في صعدة قد المذحلات قد انتهي. نسأل الدولة ونسأل رئيس الجمهورية حفظه الله المشير عبد الرباه منصور هادي من جهة لهؤلاء للحوثيين، من جهة لهم هذه الأسلحة الجديدة الدبابات البلهار 2011 و2012 و2013. مع ارتفاع حدة المواجهات بين رجال القبائل وجماعة الحوثي، يجتمع هنا في العاصمة صنعاء شيوخ القبائل لبحث تدابير لوقف عنف جماعة الحوثي التي تسعى إلى السيطرة والتمدد في عدة مناطق ولو على جسر من جماجم اليمنيين. وهناك في عمران وأرحب يسود هدوء حذر في مختلف الجبهات بعد اشتباكات متقطعة مساء أمس، وذلك في ظل حديث عن جهود رئاسية ولجنة وساطة قد تتمكن من إيقاف العدوان الحوثي وتجنيب الوطن من كارثة الحرب، وإن كانت المعطيات الأولية تشير إلى بطء عمل هذه المساعي وإمكانية تعثرها في ظل عنجهية الحوثي وإصراره على انقلاب على مخرجات الحوار ومتطلبات استكمال مسار التحول الديمقراطي. استمرار جماعة الحوثي في انتهاج العنف كوسيلة لتحقيق أجندتها وأطماعها يضع الدولة أمام تساؤلات شعبية واسعة عن سر تقصيرها وسبب غيابها أمام طيش ونزق الجماعة وترحيل مهمة إلزامها بتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وتحويلها إلى حزب سياسي وفقا لمخرجات الحوار وقواعد اللعبة السياسية. ورغم كل العوائق والتحديات تبقى الإرادة المنحازة لمسار التغيير والحرية والكرامة هي الرافعة التي يعول عليها اليمنيون في تحقيق حلم بناء اليمن الجديد ودولة المواطنة والعدالة والقانون. هايل البكالي، قناة سهيل، صنعاء. لليوم الثاني على التوالي يواصل ضباط وأفراد البحث الجنائي بمحافظة إب إغلاق مبنى إدارة البحث احتجاجا على قيام الأمن القومي باعتقال مدير البحث الجنائي وعضو اللجنة الأمنية بمحافظة إب العقيد أنور حاتم مصباح
العقيد أنور حاتم صباح يوم الأحد الماضي مع أحد أطفاله البالغ من العمر 10 سنوات واثنين من مرافقه بأمانة العاصمة. وأكد المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية أن عملية الاعتقال تعسفية وغير مبررة ولا يوجد مسوغ قانوني لها، مؤكدين أنهم سيصعدون في احتجاجاتهم السلمية حتى يتم الإفراج عن زميلهم، كما طالبوا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي الدكتور الأحمدي بسرعة الإفراج عن العقيد عبد الحميد حاتم مدير البحث الجنائي ومرافقيه ورد الاعتبار لشخص العقيد حاتم جراء ما اقترفه الأمن القومي بحقهم والاعتذار لجميع منتسبي الأمن والبحث الجنائي بمحافظة إب جراء ما طال أحد رموز الأمن بالمحافظة المشهود له بالنزاهة والكفاءة والإخلاص في عمله الوظيفي والوطني. نفذ موظف مكتب المالية بمحافظة مأرب وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زميلهم المختطف سعيد محمد عبد القادر. وقال البيان الصادر عن نقابة موظفي وعمال مالية مأرب إن عملية الاختطاف تمت من قبل أمين عام المجلس المحلي بمديرية حليب القراميش الأربعاء الماضي إلى جهة مجهولة. واعتبر البيان تلك العملية سابقة خطيرة كونها تمت من قبل قيادات في السلطة المحلية، وأشار إلى أن الاختطاف جاء على خلفية ممارسة المختطف واجبه الوظيفي بالحفاظ على وثائق وملفات الدولة. وعبر المحتجون عن استنكارهم لتلك الممارسات تجاه موظفي الدولة مطالبين السلطة المحلية والجهات الأمنية القيام بواجبها لإطلاق المختطف. عمل الاختطاف وقع من قبل مدير المجلس المحلي في المديرية، وهذا عمل إجرامي كبير، يريد أن من خلال هذا الاختطاف أن يفرض عليه أشياء بتوقيع الشيكات، شيكات وهمية بإقامة مشاريع وهمية، وهذه ليس ما نطمح إليه في ثورة 2011 بأن نكون بالشكل هذا رئيس مجلس محلي مديرية أن يقوم بخطف موظف من موظفينه على أساس وقع شيكات على مشاريع وهمية، هذا ما عندي نوضح لل. أشاد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة فهد سالم الطوسلي بنتائج مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا في اختتام فعاليات مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية لدعم مخرجات الحوار اليوم بأن تمسك شعبنا اليمني بها يمثل الضمانة الوحيدة والأكيدة لتنفيذها. وأشار إلى أن الشعب وبكافة قواه وفعالياته الاجتماعية والقبلية والسياسية والدينية قد وجد ضالته في وثيقة مخرجات المؤتمر التي وضعت المعالجات المناسبة لمشاكل الوطن المزمنة. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بوابة التنمية المهندس سيف الدحبول بأن تنفيذ مشروع التوعية يأتي في إطار اهتمام المؤسسة ودورها المحوري في عملية توعية المجتمع بحقوقه المدنية. نظم فرع التجمع اليمني للإصلاح بمدينة المحويت ندوتين سياسيتين بعنوان ثورة فبراير في عامها الثالث وواجب المجتمع تجاه مخرجات الحوار الوطني، حيث أقيمت الندوة الأولى في منطقة هجرة الدواعر وشارك فيها رئيس الدائرة السياسية للإصلاح علي محمد الخطيب وإسماعيل مقبل عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة وعدد من أبناء المنطقة. تناولت ذكرى انطلاقة الثورة والعمل على إنجاح مخرجات الحوار وتطبيقها على أرض الواقع. كما أقيمت عصر أمس الندوة السياسية بمناسبة ثورة 11 من فبراير وذلك في مقر فرع الإصلاح بالمدينة. وفي الندوة أكد رئيس دائرة التخطيط لإصلاح المحويت يحيى التعزي على أهمية مساندة جميع المكونات لمخرجات الحوار الوطني وتنفيذها على أرض الواقع. رئيس إعلامية الإصلاح حمود المروي من جهته تحدث عن المكاسب والإنجازات التي تحققت بفضل ثورة 11 من فبراير وأجملها في عدة مكاسب أبرزها استعادة النظام الجمهوري من سيطرة العائلة وإنهاء حلم التوريث وتحرير الجيش والأمن من سيطرة فئة عائلية اعتقدت أنها تملك كل مقدرات البلاد واستعادة الكثير من مقدرات الأمة المالية والاقتصادية وإعادتها للشعب المالك الحقيقي لها.
نظمت جمعية بلال بن رباح بخيمة الحوار الوطني بمدينة رداع فعالية موسعة لدعم مخرجات الحوار الوطني في وثيقة الحقوق والحريات. وخلال الفعالية التي حضرها مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية رداع الأستاذ طارق أبو سريمة، أشاد رئيس لجنة التخطيط حسين بجير بدور الأخوة المهمشين في عملية إنجاح مؤتمر الحوار الوطني من خلال مشاركتهم الفاعلة في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال الفترات الماضية. ودعا بجير جمعية بلال بن رباح إلى تركيز أنشطتها واهتماماتها بقضية التعليم أولا كونها أم القضايا، مشيرا إلى استعداد السلطة المحلية بتقديم كافة أنواع الدعم الذي يساعد على نجاح عملها. بدوره أوضح سفير الحوار الدكتور خالد السرحاني ما تناولته وثيقة الحوار فيما يخص الحقوق والحريات التي تكفل ضمانا حقيقيا للمواطنة المتساوية التي ينشدها الجميع. اعتقلت قوات الأمن بعدن صباح اليوم الثلاثاء أحد موظفي مؤسسة الكهرباء بعدن، حيث دهمت مصفحتان وطقمان المؤسسة لفض إضراب الموظفين عن العمل المطالبين بصرف مستحقاتهم وإنهاء الفساد. وكان مدير المؤسسة خليل عبد الملك قد استعان بقوة عسكرية لتفريق اعتصام المحتجين، فيما استنكر جموع المحتجين هذا التصرف السافر من قبل القوات الأمنية التي تدخلت في احتجاجات عمالية كفلها الدستور والقانون. ويحذر النقابيون من مواصلة المماطلة في مطالبهم، مؤكدين أن إدارة المؤسسة تنفق أكثر من 40 مليون شهريا لإيجار مولدات كهربائية، بينما محطات أخرى ملك لمؤسسة الكهرباء متوقفة عن العمل. وأكد المحتجون المضربون عن العمل على استمرارية مطالبهم بإقالة الفاسدين من المؤسسة وعلى رأسهم مدير المؤسسة خليل عبد الملك. اليوم تم استعمال قوة، دخل واحد من العمال الآن واستعملوا نطقم، فأخذوا واحد من العمال الآن مسجون استخدام القوة مع أن الدستور والقانون يكفل لنا بالإضراب من أجل حقوقنا. يعني إذا قدنا بضرب سلميا ما حصلت على حقي، خرجت أطالب قلت قاعدة رجعنا حوتي ولا أدرينا وين رجعنا، نحن خرجنا مطالب حقوقية يكفلها الدستور والقانون يكفلها لنا. دشنا في مدينة الحديدة اليوم الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف بواجبات وحقوق اللاجئين في ضوء اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 والتي تنفذها وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمشاركة قيادات في وزارة حقوق الإنسان والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة وعدد من الإعلاميين والحقوقيين وقيادة منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، حيث أكدت الأوراق المقدمة في هذه الدورة على أهمية أن يطلع اللاجئون في اليمن بكافة حقوقهم الإنسانية المكفولة وكذا تنفيذ الواجبات عليهم تجاه هذا الوطن الذي استضافهم وأواهم وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت لهم الحقوق والواجبات، خاصة وأن اليمن استقبلت ولا تزال تستقبل العديد من اللاجئين والمشردين من بلدانهم بفعل الحروب في بعض دول القرن الإفريقي. وأكدت الكلمات التي ألقيت على أهمية انعقاد مثل هذه الدورات حتى لا يصير المواطن اليمني عرضة للتعرض لكافة المشكلات التي يحملها بعض اللاجئين والمرحلين من بلدانهم، إضافة إلى توعية اليمنيين بالحقوق التي كفلتها القوانين الدولية لهؤلاء اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف إلى التشرد والرحيل عن أوطانهم. كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع محافظة البيضاء عن عدد من المخالفات والتجاوزات ارتكبها مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة أحمد محمد خضير في التسويات الوظيفية وتزوير البيانات والمؤهلات. وتمثلت المخالفات والتجاوزات في التعديل والتزوير في بيانات بعض موظفي مكتب الخدمة المدنية
في فتوى التسويات الخاصة بتأريخ التوظيف والمؤهل. وكشف التقرير عن إجراء التسويات الوظيفية للموظفين ومنحهم درجات وظيفية بطرق مخالفة، ومنهم المدير العام الذي تم ترقيته درجتين وظيفية بطريقة غير قانونية، في حين أن سنوات الخدمة التي يجب أن يستوفيها حتى يصل إلى درجته الحالية التي رقي إليها تصل إلى 15 سنة. وطلب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة مساءلة المتسببين بالتعديل والتزوير في بيانات بعض الموظفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تعاني مديرية شارع بالرونة من خدمات الكهرباء من عدم وصولها إلى أجزاء كبيرة من المديرية. في التقرير التالي نتابع المزيد. عند السفر إلى مديرية شارع بالرونة تتفاجأ من كثرة أعمدة الانتخابات المرمية على الطرقات والمغروسة على رؤوس الجبال وبطون الأودية وجوار المنازل. أنا نشتي كهرباء يا أخي، ما معانش كهرباء خالص، إحنا طايبين علينا جالسين بالغدر. أطراف المديرية، قرى المديرية مش بكلها كهرباء عمومية. مركز المديرية اللي يشكل الكثافة السكانية ما في باش يعني كهرباء. شوف السوق صعب من قدام، ما في باش كهرباء يعني. يعني المجلس المحلي كذاب، مدير الناحية لا يحضر. مديرية الرونة لم يصلها النور بعد إلا من خلال وكلاء ينشرون الظلام ويقننون النور بحسب أمزجتهم. 30 سنة ونحن تحت الاحتلال، لا نستطيع أن نقول كهرباء ولا نستطيع أن نقول مياه ولا نستطيع أن نقول خدمات صحية. لذلك إلا المشايخ سيأتوا، وماذا تقول جنب المشايخ؟ صنعت العشوائية وسط مركز المديرية ونور النهار يكفيهم. المشايخ يحاولوا يغطوا على السماء على الشمس بأصابعهم، يفعلوا الكهرباء والحكومة ما جابت كهرباء إلا المشايخ مصدر رزق دخل. ليش المشايخ مش كهرباء؟ لأن هذه المواطير اللي تسلم لهم هي مصدر رزق لهم في مشايخ. إحنا الآن يعني تنزل لنا الفاتورة، الشهر كامل صافي تنزل لنا فاتورة نقد. نحاسب على الظلام، نحاسب على الظلام مش على الكهرباء. في كل انتخابات يوعدون بالكهرباء ويبدأ العمل، وما إن ينتهي الموسم حتى يعود الجميع إلى قواعدهم سالمين وتبقى الآثار إلى أن يأتي الموسم القادم. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. تحت شعار أحتاج إليك أقام اليوم اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين حملة إغاثة الشعب السوري الحر، حيث تهدف هذه الحملة إلى مد جسور الدعم المادي والمعنوي للاجئين السوريين والمتضررين في الداخل السوري جراء القصف المستمر من قبل قوات النظام على عدة مناطق، كما تهدف إلى تقديم خدمات طبية سريعة وعاجلة للمصابين. ودعا اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي كافة أبناء الشعب اليمني إلى مساندة هذه الحملة وتقديم ما بوسعهم للتخفيف من معاناة أحرار وحرائر سوريا. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. مشايخ القبائل يطالبون رئيس الجمهورية ببسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني. احتجاجات في إبن المطالبة بالإفراج عن مدير البحث الجنائي المعتقل في الأمن القومي. وفي الختام لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحايا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.